ده هو بيعبر عن مصلحته، لان القرارات دي بتصب في مصلحه هذه الفئات، وبالتالي هم اسعد الناس بهذا. وانا ما رضيتش اقول الكلام في مؤتمر الصحفيين، انما هذه القرارات بتعني هي تعبير عن مصالح قوى الثوره المضاده في مصر. اذا قلت بقى انه 25 يناير كانت نقطه بدايه قوى ثوره، وقوى ثوره مضاده كسبنا شويه كقوى ثوره، دلوقتي قوى الثوره المضاده كسبانه، لان هي اللي واخده هذه القرارات كلها بتصب في صالح قوى الثوره المضاده. طبعا يكونوا اسعد الناس حالا، بس انا يعني مانيش اسعد الناس حالا بهذه القرارات.